مساء الخير، ضيف على ما استفهام لهذا المساء دكتور رشيد الخيون الباحث في شؤون التراث الإسلامي. نقاش هذا المساء كتاب صادر للدكتور رشيد بعنوان مذهب المعتزلة من الكلام إلى الفلسفة، صادر عن دار مدارك. أهلا بك دكتور رشيد. أهلا بك. أنا في قراءتي للكتاب وكأنه كتاب في القرن 21، النقاشات الحاصلة حاليا بين ما هو عقلاني وغير عقلاني في ظل هذا التدين والتطيف إذا صح التقبير والتمذهب، كان جاري تماما نقاشه في العصر العباسي. أولا، هل هناك ظروف، خلينا نقول ظروف علمية توجب وجود جماعات كجماعة المعتزلة، وهم ليسوا أول من تكلم عن العقل في مقاربته للدين؟ هذه الظروف أول مرة أنتجتها السياسة. بعد قضية الحرب بين الخلافة الراشدية والإمارة دمشق اللي هي في حرب صفين، ظهرت نزعات سياسية ضد الأمويين، وهاي النزعات تمثلت طبعا بوجود الخوارج وبوجود أفكار، هاي الأفكار اتخذها الأمويون أنه هذا الحكم هو من الله، أي هذه نظرية الجبر اللي هي الجبرية، أنه هذا الحكم من الله، فالحاكم لا يسأل والحاكم لا يثار عليه ثورة عليه. وقابلها الناس اللي هي صارت معارضة للأمويين ومنهم الخوارج طبعا بالتأكيد، قابلوهم بقضية نفي القدر. ونفي القدر تبعتها مقالات أخرى، لا وصلت إلى قضية خلق القرآن، إلى قضية مسؤول العدل. هذا قبل هذا النتاج الأول، هذا قبل المعتزلة. نعم. وظهرت طبعا اللي هي جماعات الخوارج من عندهم الإباضية، والإباضية اللي هم يعتبرون نفسهم هم الأصل بالنسبة اللي سمي بالخوارج، هم بالأصل اسمهم الشرات، وهو انهم باعوا، وهم انه اشتروا الجنة بأرواحهم، سموهم الشرات ضمن آية قرآنية معروفة، وهم الحرورية ايضا لانهم طلعوا بحراراء حراراء القريبة من الكوفة، لكن الخصوم سموهم خوارج واخذ الاسم عليهم. من عندهم الإباضية لا زالت هي تؤمن بمقالات اللي هي تبناها الاعتزال، قضية خلق القرآن وقضية نفي القدر وقضية الصفة، يعني عبارة الاعتزال هذه البدايات. ثم بعد ذلك لما أنتجت حركة الترجمة من بداية العهد العباسي ثم نضجت في العهد المأمون، فظهرت الأفكار، والأفكار هاي تأثر بالفلسفة، الفلسفة اليونانية وحتى الفلسفة الهندية. هذا المعنى أن الترجمة هي اللي تخلق الثقافة، أنه عندما تترجم الكتب المسلمين تأثر بها الغرب، تترجم كتب الغرب يتأثر بها المسلمين وهكذا. لماذا العصر العباسي؟ لماذا حركة الفكر في العصر العباسي لم ينتج العصر الأموي رغم وجود المعارضة فكري يعني يرفض هذه المعارضة بسقف أو بقاعدة نظرية؟ بالحقيقة ظهرت أفكار بالعهد الأموي. يعني مثلا المؤرخون يتكلمون عن شخص اسمه عمر المقصوص. هذا عمر المقصوص ما هي قصته؟ أنه كان يدرس معاوية الثاني، اللي هو معاوية الأول ابن أبي سفيان، ثم يزيد ابن معاوية، ثم معاوية الثاني. وهذا الرجل شاب صغير، هو كان رجل فاضل بالنسبة في السياسة، وهذا أنه كان ما يريد يتحمل موضوع الخلافة، فيقال أنه حسب اللي جاب ابن عبري بالتاريخ ومؤرخون آخرون أنه هذا الرجل كان يدرس يعلم قضايا القدر ونفي القدر وقضايا العدل، وكأنه يقول لك أنه هاي الخلافة هي مش ملكك، مش إلك، يعني أنه هاي الخلافة أن تعدل، أن تعمل كذا، أن تعمل كذا. فعندما استقال، هو استقال يعني حسب الرواية المعروفة، أنه ظهر الناس وقال هذا
تكليف أنا لا أريده. فقتل عمر المقصوص لأنه هو الذي علمه، وسمي المقصوص يقال أنه قصة أطرافه فسمي المقصوص. بعد ذلك إجت حركة فكرية، حركة فكرية هي تقدر تعتبرها شخصية وتقدر تعتبرها اجتماعية، اللي مثلها خالد ابن يزيد ابن معاوية اللي على ما أعتقد متوفي بالستة وثمانين أو سبعة وثمانين بهالحوالي. هذا الرجل كان إلى الخلافة على أساس لأن هو خليفة أبو يزيد، ويبدو أنه الضغط اللي تمثل عليه من قبل آل عبد الملك ومن قبل المروانيين أنه تجنب موضوع الخلافة، فاهتم قضية الكتب وقضية الكيمياء فترجم كتب، حتى أنه تصور أنه كانوا يعيرونه أنه أنت تركت الخلافة واهتميت بهذه الكتب. وهذا خالد بن يزيد عمل على يعني إلى أخبار كثيرة جدا، وخاصة في كتاب الأغاني، وهو اتجاوز حتى الخلافات على أساس سياسي، ولذلك هو حب رملة بنت الزبير وقال بها شعر، حتى يقال أنه أحد من البيت أنه أن تسلمي نسلم وأن تتنصري يخط رجال بين أعينهم صلبة. فيقال أنه اعتذر من الخليفة قال له لا هذه دخلوها عليه. قصدي من هذا أنه ظهرت بدايات، ظهرت رهاصات اللي تمثلت بعمر المقصوص ثم خالد بن الوليد، وتمثلت أيضا بغيلان الدمشقي اللي هو أعدم سنة 105 هجرية عندما بعد عمر بن العزيز أعدمه هشام بن يزيد بن عبد الملك أو هشام بن عبد الملك 105 يمكن هشام بن عبد الملك. هذا الرجل كان قدري، وقدري أنه كان يؤمن أنه قضية السلطة تكون الخلافة تكون ببيعة، وقضية توزيع المال وقضايا كثيرة من عندها، ولذلك كلف عمر بن عبد العزيز أن يقوم هو بمقام توزيع الأموال، ولذلك هو أخذ الأموال من الأمراء الأمويين، ومن أخذ الأموال من الأمويين حقدوا عليه ولذلك هو قتل. وأحد الخلفاء أيضا سمي بيزيد الناقص اللي هو أعتقد يزيد بن الوليد بن عبد الملك، سموه الناقص لأنه نقص بعطايات آل أمية. هاي كلها حركات أنتجت مثل هذا الفكر. في كتابك مذهب المعتزلة تتحدث عن مقدمات اجتماعية وفكرية تاريخية، يعني هاي كلها فيها جاية قادت إلى وصول المعتزلة. لكن أريد أن أفهم منك عبارة الاعتزال ماذا تعني في التراث الإسلامي؟ قبل لا أجيبك هذا نسيت شخصية مهمة، جعد بن درهم. هذا قتل بسبب أنه كان يؤمن بقضية خلق القرآن، وقتل أمير الكوفة أو أمير العراق خالد بن عبد الله القسري. هذا خالد هو راد ما راد يعدمه، ولكن عندما أخبر الأهل جعد بن درهم أتوا إلى هشام بن عبد الملك يطلبون إطلاق سراح، فقال لهم أما زال حيا؟ فأمر وقتل، ومشهورة قتلته على المنبر، فقال حتى يشهر قضية الوالي والي العراق يشهر قضية الإعدام حتى توصل للخليفة بسرعة. يوم العيد أنتم ضحوا بضحاياكم وأنا أضحي بالجعدة بن درهم. هذا يجيبها ابن النديم كتاب الفارس. بالنسبة للاعتزال، الاعتزال أول مرة الاسم مثل ما قلنا أنه الخوارج سمي بهذا الاسم ليس من داخلهم، إنما فرض عليهم الاسم، ولكن الاسم شاع. الاعتزال أيضا فرض عليهم، هم أهل التوحيد، هم أهل العدل، فهم سمي بالمعتزلة للحظة التفكير بتأسيس شيء معين. هو كانوا واصل بن عطاء اللي هو متوفي سنة 131 هجرية، وعمر بن عبيد المتوفي سنة 144 هجرية، هؤلاء كانوا تلاميذ عند الحسن البصري المتوفي 110 هجرية، كانوا في مسجد البصرة. فانطرحت قضية، هي قضية ذول أهل الكبائر، هل هم
يكونون خالدين في النار أم ما هو حكمهم؟ فاختلفوا فيها. هذا الاختلاف أنه ذولي اعتزلوا أو تجنبوا المجلس الحسن البصري بذيك القضية، فيقال أنه الحسن البصري قال اعتزلنا واصل، فعرفوا بالمعتزلة. وبدت الحركة هي بالحقيقة حركة بسيطة بالنسبة من الناحية الفكرية، ولكن هي قوية من الناحية السياسية. فكانوا هم يفكرون بالثورة قبل العباسيين، قبل تفكير الثورة العباسية وقبل العلويين وتنظيماتهم، كانوا يفكرون هم بالثورة، وكانوا يردون من هو يرشحوا إلى هذه المسألة، حتى أنهم كانوا عندهم صلة بزيد بن علي ابن الحسين، وكان عندهم صلة بعبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب. وبالتالي السؤال يعني القاعدة الفكرية أو الحركة الفكرية إلى أي مدى كان لها علاقة بالحركة السياسية؟ ولدنا أسألك عن الحركة الشيعية أيضا. أي نعم، هو هذا الحركة السياسية، لكن ليه تحولت المعتزلة إلى حركة فكرية؟ طبعا هم كانوا يساهمون بكل الثورات، وكانوا مطاردين، وكانوا عندهم رسل إلى مختلف العالم، وصلوا إلى الصين، عندهم باليمن، عندهم في طبعا غير العراق، بصفتهم حركة، فيودون دعاة، يعني كل ثائر مثلا يودي دعاة. تعرف أنت ما كانت هناك أطر وطنية، حتى أنت من تعمل حزب تعمل جماعة تكون بإطار العراق إطار لبنان إطار سوريا، إطار لا مفتوح. إطار حيث توصل الخلافة العباسية، حيث توصل الخلافة الإسلامية، فلهم رسل ما وراء النهر في كل مكان، وفعلا كسبوا جماعات، فعندما يثورون في مكان لهم صدى في أمكنة أخرى. هم بقوا حركة غلبها الطابع السياسي حتى مجيء العباسيين. العباسيين جاءوا سنة 132 هجرية. العباسيين أبو جعفر المنصور هو بالناحية العمر هو أكبر من أخوه أبو العباس السفاح، فكان هذا محتمي عند بأيام النضال السري مثل ما يقول أو النضال السلبي لإسقاط الأمويين، كان محتمي عند عمر بن عبيد بالبصرة. فلما أتى إلى السلطة أبو جعفر المنصور صار خليفة، قرب عمر بن عبيد، بس عمر بن عبيد ما كان يرغب بأي عمل سياسي، وكان تقريبا هو اللي غير المعتزلة من مسارها السياسي البحت إلى مسار فكري وثقافي. فأمل راد يعمل دور المصلح، دور الناصح للدولة وليس الثائر، وليس الثائر. حتى لما صارت ثورة محمد النفس الزكية وأخوه إبراهيم النفس الزكية سنة 145 هجرية، محمد النفس الزكية بالمدينة اللي هو الرضا من آل محمد، وإبراهيم أخوه ثار بالبصرة، فخرجت المعتزلة بقيادة بشير الرحال، خرجوا مع إبراهيم النفس الزكية وهي حركة زيدية طبعا بالأصل. فقال أبو جعفر المنصور خرجت علينا المعتزلة بعد موت عمر بن عبيد. كان أبو جعفر المنصور هذا الثنائي أبو جعفر المنصور وعمر بن عبيد فعلا يعني يحتاج إلى وقفة مهمة جدا، أنه كيف هذا الرجل اللي طالب بالعدل ويطالب بالكذا أنه لم تغري السلطة إلى درجة أبو جعفر المنصور طلب من عنده أن يكون وزير، إلى درجة أنه أعطاه الختم وقال له أنت نصب من تريد وأطرد من تريد. فقال أبو جعفر المنصور قال له اتبع ارفع علم الحق يأتيك أهله. فشك أبو جعفر المنصور أنه هذا عمر بن عبيد قاعد يتأمر عليه، لأن هناك كان أبو عمر بن عبيد وكانت شخصيات عديدة اللي هي لها موقف سلبي من العباسي. فكتب يقال أبو جعفر المنصور كتب رسالة إلى بموقعة باسم محمد النفس الزكية أنه إلى عمر بن عبيد، بس يريد يكشف يعني نوع من الاستخبارات هذه المخابرات. لما وصلت للرسالة عرف عمر بن عبيد أنه هاي الرسالة من أبي جعفر المنصور، فقال للرسول قال له أعد الرسالة إلى صاحبها ودعنا نشرب من الماء البارد، اللي هو كان بمكة وكان في موسم الحج. فهنا من بعد واصل بن عطاء من عمر بن عبيد توجهت الحركة إلى حركة
فكرية وتوسعت بمقالاتها اللي هي قلت لك نفي الصفات خلق القرآن إلى الفلسفة. في القسم الثاني سندخل في تفاصيل ما أنتجته هذه الحركة، أولا من هم رجالاتها وهي الرسائل وعلى ماذا كان أساسا المواضيع الأساسية للمعتزلة. بعد الفاصل ابقوا معنا. مذهب المعتزلة من الكلام إلى الفلسفة، كتاب دكتور رشيد الخيون لنقاش هذا المساء في علامات استفهام. طبعا من سيسمع بالمعتزلة أو من يريد أن يدرس فهو يعتبر أنهم كانوا تنظيم سياسي أو حزب سياسي، وهناك يعني أقسام وقيادات وإلى آخره، وهو الأمر ليس كذلك. هي حركة فكرية، ولكن حتى الحركة الفكرية هاي لا أعرف إذا كان لديها زعيم أو لديها شكل من أشكال التنظيم. كيف تعرف أكثر؟ هو قلت لك مثل ما تقدمنا في الجزء الأول من الحلقة، هم بدأوا سياسيين، بدأت الحركة سياسياً طبعاً، ومن هاي السياسة ظهرت بعدين تحولت إلى حركة فكرية وتقوت أكثر لما بجهود أبو الهذيل العلاف اللي هو متوفي سنة 221 على ما أظن هجرية في بسامرة. هذا الرجل طلب المأمون أن يأتي من البصرة، وكان هو خائف على نفسه، والعراب لهاي المسألة كلها هو شخص اسمه أو أحد شيوخ المعتزلة، هو ثمامة بن أشرس اللي متوفي 215 هجرية. ثمامة بن أشرس كان مع المأمون بخرسان قبل الثورة، والمعتزلة ما كان لهم دور بنصرة المأمون أو أن يكونون مع المأمون في حربة مع الأمين، الحرب بين ابني هارون الرشيد. لكن المأمون لما أتى إلى بغداد واستلم السلطة في بغداد، أنه أعلن أفكار المعتزلة، تبناها. هو في رأي أنه هو كان معتزلي بالفعل، لأن هو من خلال وجود ثمامة الأشراس ومن خلال وجود علماء الكلام حوله ومن المناظرات اللي كان هو يقوم بها كل يوم ثلاثاء حسب التاريخ الموجود، فهو تبنى أفكار المعتزلة. وأشهر فكرة اللي هو تبناها اللي هي قضية خلق القرآن. فلماذا يأتي السؤال لماذا المأمون تبنى قضية خلق القرآن؟ أيضا تبنها أو المعتزلة لغرض سياسي أيضا، أنه بغداد لما صارت الحرب ظلت سنوات فوضى، وتقوت جانب السلفي بيها بشكل كبير جدا اللي هم أهل الحديث، إلى درجة أنه رايات رفعت قضية اللي سموهم اللي المطاوعة. المطاوعة اللي هم لما شافوا أنه الحكومة ضعيفة لا تستطيع أن تحمي الناس فخرجوا في رايات، وكل هذه الرايات هي بالأخير لما نصير قوية ونصير الأتباع طالب بالخلافة طبعا. المأمون راد أن يلغي هذا الجو اللي موجود، فتبنى الاعتزال وتبنى قضية مقالة خلق القرآن. مقالة خلق القرآن هي بما معناها بالمختصر هي أن هذا القرآن هو ليس قديما، لأن الطرف الآخر يقول هو في اللوح المحفوظ. المعتزلة يقولون أنه هذا القرآن إجا لمصالح العباد، فلما يكون لمصالح العباد ما ممكن أن يكون قديم، لأن مصالح العباد متغيرة دائما. ولذلك تشوف أنت قديم بأي معنى؟ قديم بمعنى أنه مع الكون خلق، مع ما اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ أنه كل شيء مرتب مسبقا لهذا الكون. بس هي نظرية إسلامية؟ هذه فكرة إسلامية طبعا، هذه فكرة إسلامية، قضية اللوح المحفوظ وقضية أنه هذا القرآن قديم وتبنوها أهل الحديث تبنوها. ومنزل وأنزل على رسول ورسول هذا التاريخ صحيح. هذا كله صحيح، ولكن القرآن أنزل لمصالح العباد. الشيء الآخر المعتزل اللي يعترضون به أنه كيف يكون قديم مع الله؟ هذا شرك، أنه الله هو الوحيد، هو القديم، هو الأزلي. فإذن هو خلق القرآن واستحدث القرآن، وليس أن القرآن يكون قديم. طبعا هاي خلق القرآن عندما كانت تقال
وراء بعد المأمون بسنوات طويلة، هذه عليها قتل تصير وعليها عليها عليها مشكلة. فإلها لكن حتى نفهم في يعني لم أفهم ما أهمية خلق القرآن من عدم خلق القرآن، وزائد من الذي خلق القرآن يعني في نظرية المعتزلي؟ الله خلق القرآن، فإذا شو والله مشكلة؟ أنزله. إذا الله خلق القرآن أنه إذا أنزل على هذه الشجرة هذا أنه شجرة تنطق، ممكن أن تنطق، فهو أنزل يعني. وحتى هي قضية الوحي نفسها أنت من تأخذها قضية مختلفة، أنه هل الوحي كان عن طريق صوت، عن طريق جرس، عن طريق حلم يقظة، عن طريق حلم منام؟ الوحي كان يأتي بأشكال عديدة. فهنا الله هاي الأفكار اللي وصلها الوحي إلى النبي هي أفكار مستحدثة وليست قديمة. ولذلك الفرق عندما حتى الفرق إلى علاقة بالقدسية، إنه إذا نقول إحنا كلام الله بالضبط، أعتقد صعبة أن نأتي إلى تأويل كلام الله، والمعتزلة يقولون بالتأويل. لكن لمن يكون مخلوق من الله ممكن أن يحتمل هذا وممكن أن يحتمل هذا. إذا كان كلام الله الكلام اللي هو ينطقه هذا ما ممكن أن يخضع إلى تفسير أو يخضع إلى تأويل. يعني أنا دائما أمثلها المسألة بشجرة. أنت تقول هذه شجرة الله، وتقول هذه الشجرة خلقها الله. هذا تقول هذه شجرة الله، أعتقد ما تقدر أنت تقول قصيرة، تقول طويلة، تقول كذا هالشكل، هذا دخلت في قدسية كاملة تماما. لكن لما نقول هذه الشجرة خلقها الله، ممكن أن تقول مكانها، ممكن تقول شكلها، ممكن تقول كذا. عندما أستمع إليك دكتور رشيد الخيون، الكلام هذا يعني نقاش فلسفي نخبوي يفترض أن لا يغضب العامة ولا حتى يغضب أهل السلطان، وفعلا يعني هو كان يغضب العامة، مش الكلام. تحريض الفقهاء هو اللي يغضب العامة، العامة ما يعرفون هذا الكلام. العامة عندما تقدم لهم قضية فلسفية ما يتكلمون عنها، لكن عندما تقول هذا قال كلام كذا كفر وإلحاد، العامة يأتوك وحدانا وزرافات كأعداء لهذا الشخص. العامة ممكن أن يعتبرون فلان كافر اليوم ومؤمن غدا، بماذا؟ بما يوحي لهم الفقهاء. المعتزلة فكر هو فعلا نخبوي، ولذلك فسر أنه قيل وش النشوان الحميري في كتاب حور العين قال أنه المعتزلة ينظرون إلى أنفسهم مثل ما أنه الملائكة ينظرون للناس، هم فعلا نخبة. ولذلك هذا الشيء اللي زعل العامة، واللي العامة فتكت بفلان بفلان بفلان، هذا كله من تحريض الآخرون. أريد أن أفهم أكثر، قلت أن المعتزلة بدأت كحركة سياسية وبعد ذلك انتقلت إلى أن تكون حركة فكرية، وعندما قالوا بخلق القرآن فكريا هم يريدوا توجيه رسالة سياسية. نعم، خلق القرآن نعم، وماذا بعد؟ ماذا يتم استنتاج بعد ذلك؟ هم ليس بالضبط أنه هم قالوا خلق القرآن، لأن قضية خلق القرآن قيلت بالعهد الأموي. قلت لك الجعد بن الدرهم قتل بسبب أن قوله لخلق القرآن. مروان الغيلان الدمشقي أيضا قال بقضية خلق القرآن. هو فكر، هذا فكر أنه أنت تفكر أنه هذا القرآن كلام الله القديم أم كلام الله المستحدث. هنا وين الاختلاف يكون؟ الاختلاف يكون إذا كان كلام الله هذا القديم، فما ممكن أنت أن يكون به تقديم وتأخير وأن يكون به تفسير وتأويل. لكن النصوص اللي ممكن تتأولها لمصالح العباد، يعني بالحديث النبوي، الحديث النبوي كلهم يقولون أنه هذا الحديث حديث النبي، لكن بعدين كثير من الناس فكروا أنه هل هذا فعلا هو اللي نطق النبي؟ فأتوا بالصحيح وأتوا بالضعيف وأتوا حتى أتوا بالموضوع لمصلحة الدين. فهنا أنه القرآن لما عندك آية تقول قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله علينا، لكن آية أخرى تقول لك إنا أهديناه النجدين، أما شاكرا وأما كفورا. فيها آيات فيها اختيار للناس، أنه الناس يختارون
انه يختارون دينهم يختارون تفكيرهم، وفي ايات لا تمسك الناس. فهنا مثلا الجبريين استخدموا الايات اللي هي تمسك وتفرض على الناس، الى درجه انه اعتبر العدل اللي هو اصل من اصول المعتزله في عند الجانب الاخر لا يعتبر اصل من الاصول، والعدل انه اصل سياسي. اريد ان افهم لماذا المأمون وهو صاحب سلطه يتبنى نظريه خلق القران، يتبنى النظريه المعتزليه من اجل ماذا؟ من اجل التفتيش عن اي شرعيه جديده؟ هو اولا هو لن ناخذ المأمون ايضا ببساطه، المأمون كان رجل مفكر وكان رجل صاحب درايه، وكانت العشرين سنة اللي هو حكمها أعتقد من 198 عندما قتل الأمين إلى 218 هجرية، هذه الفترة شهدت حراك ثقافي كبير، شهدت حركة ترجمة، شهدت حركة أدبية كبيرة جدا، وشهدت أيضا حركة كلامية وثقافية عامة. فهو نفسه كان مفكر، يعني الميلة هو للمعتزلة طبيعي، لكن هو أيضا بنفس الوقت هو أمام نظرية أو فكرة بالخلافة، فكرة يريد يعبئ الأجواء اللي موجودة يعبيها بأفكار، أنه كأنه كانت القضية يؤخذ الدين كأنه واحد زائد اثنين واحد زائد واحد يساوي اثنين وانتهى الموضوع. فما في الأيديولوجية أو فكر اللي هو كيف يوجه الدولة. المأمون حتى في قضية الخلافة هو كان باعتقادي أنا أنه هو ما كان يريد الوراثة بالخلافة، ولذلك ولاية العهد أعطاها إلى الإمام الرضا، لأن الثورات اللي قيمت الرضا من آل محمد، فهنا علي الرضا هو أعطاه ولاية العهد. والمأمون هو ما شخص ولي عهد إليه، بدليل ابن العباس اللي قتل سنة 224 قتل عمه لأنه ثار على عمه، هو ما شخص ابنه، وابنه كان كبير جدا، لكن تحصيل حاصل انه المعتصم اللي هو قائد عسكري وقوي هو صار الخليفة. واعتقد انه حتى المعتصم ما وضع ولي عهد، اجى الواثق بعد اخوه الابنه، الواثق اجى ابنه المتوكل ايضا، كأنه ليش؟ لان المأمون والواثق، المأمون والمعتصم والواثق كانوا يؤمنون بالاعتزال وبأهمية نظرية الاعتزال بالفكر، والاعتزال ما بيها مسألة وراثة بالخلافة. أيضا هناك مسألة أخرى، مسألة الوجود، مسألة فلسفية أيضا، بأي معنى هم طبعا وبأنا فلسفي فنوقشت من قبل فلاسفة يعني بداية من اليونان، هم كيف نظروا إلى هذا الوجود؟ أيضا يعتبرون الإنسان هو يعني أفضل، لا أعرف إذا المخلوقات، لكنه إنسان مخير وليس مسير، وبالتالي صاحب خيار، وبالتالي عليه أن يكون عادل، وبالتالي من هنا أتت مقولة العدل. هم اعتبروا العقل هو الأساس، كل شيء لا يفهم بالعقل، الإنسان اللي أي شيء لا يفهمه بالعقل أو لا يدركه بالعقل أو لا يعتقد به عن طريق العقل فهو باطل بالنسبة لذاك الإنسان. وهذا اللي قاله القاضي عبد الجبار اللي هو توفى سنة 415 هجرية، اللي هو يعتبر أكبر مفكريهم وهو قاضي بنفس الوقت، وإلى كتاب عدة أجزاء المغني في العدل، وإلى كتاب الأصول الخمسة المعتزلة، وعند نظرية التكليف، وعند كتب كثيرة. فهذا الرجل قال أنه نحن ندرك القرآن بالعقل، وهذا فعلا بالحقيقة، الآخرين يدركوه بالعقل ولكن يبقى النص هو. فهنا هم وضعوا العقل بالأساس، وانت من تضع العقل في الأساس تجي أفكار بالوجود، تجي أفكار فلسفية. قضية الوجود هم بتأثر طبعا كبير بالفلسفة اليونانية، وفهموا وناقشوا مثلا من الوجود، تأخذها نقاش قضية الحركة، انه كيف هذا الكون يتحرك، كيف الحركة، قضية شكل الأرض وحركة الأرض، قضية سقوط الأجسام، قضية هذه كلها قضايا فلسفية ليس فلسفية. فيزيائية قضية فلسفية، وهي الفلسفية هي تقود إلى فيزيائية. يعني مثلا هم أعتقد يمكن قلتها أكثر من مرة، هم سقوط الأجسام مثلا استخدموا قضية التفاحة، أنه
التفاحة عندما قبل نيوتن قبل نيوتن ب800 سنة لما تسقط التفاحة، هل بسبب رفع الماسك عنها أنه ماسكها أم بسبب الثقل؟ الجسم لما ينزل لما يسقط شنو تأثير يعني لما تنزل ريشة، هم يقولون بالضبط ريشة وتفاحة، منه اللي ينزل أكثر منه الأثقل أكثر؟ فهذه نقاش وحوار وكذا شكل وصلهم أيضا إلى أفكار تقود إلى شكل الأرض. هل الأرض كروية كرية يسموها هم؟ هل فعندما تتحرك الأرض أنه كيف يكون الناس اللي بالقطب الشمالي والقطب الجنوبي، حتى بصفات بالنسبة للعلم اللي ظهر بشكل تبسيط عندهم قضية التولد الأعراض والأجسام، يعني مثلا هم يتوصلون أنه الله لا يتدخل بشكل الأجسام قضية الأجسام ليش؟ لأن هاي الأجسام هي من طبيعتها، هذا البرتقالة من طبيعتها تكون صفراء، الخضرة من طبيعتها تكون خضراء، وحتى إذا الله دخل في هذه فهو لا يتدخل خارج طبيعتها للسبب، لأن الله حكيم ولا يمكن أن يحكم على شيء أو أن يتحرك بدون طبيعة هذا الشيء. أعتقد أنا بهذا الأمر تقديم العقل وعدم تدخل الله في الطبيعة المباشر، وهو يعتبروه هم يعتبروه تنزيه إلى الله، هنو يردون يضربون الأفكار الأسطورية أو الأفكار الخرافية. يعني كثير من الخرافات الآن اللي ساحقة مجتمعاتنا اللي تطلع يومية، قضية العلاج عن طريق الجن وقضية الخرافات كثيرة، أنا ما أريد يعني الآن ما لا تعد ولا هذا، هذه كلها لما تدخل كلها بمن ترتبط هاي الخرافات؟ هي ترتبط بتأثير الله على الأشياء، أنه لكن لما أنه أنت تحكم من البداية أنه الله خلق الكون، نعم هم يؤمنون الله خلق الكون، لكن خلق الكون بقوانين، خلق الكون بأشياء ثابتة داخله، وهذا الكون هو يتحرك ضمن الثوابت اللي الله ترك به اللي هي الوسائط، يسموها الوسائط. فلذلك ما ممكن انه انت تجي تعتقد بخرافة او تعتقد بأسطورة. هذه ايضا ضرب للمعجزات، المعجزات ولذلك هم طبعا ما يتطرقوا لها، هي خاصة بالانبياء فقط، ولكن الان المعجزات صارت لكل الصالحين ولكل الأئمة ولكل الناس. يعني تشوف أنت ظهور الآن مثلا قضية المهدي المنتظر يظهر في السودان وظهر بمصر وظهر مكان، وتجي للخرافات والكرامات اللي تعطى لأسياد الصوفية وتعطى إلى الكبار الناس الصالحين بناء على هذه بناء على تدخل الله في الطبيعة، لأن الله يصل إلى أمر أنه هذا الرجل الصالح أنه ما يريد الله ينفذ له ممكن تغيير النوم، المشي على الماء وغيره وغيره. فهم أعتقد أنه هذه قضية أنه الله لا يتدخل في الطبيعة هو لحماية العقل من هذا الاختراق الخرافي. في القسم الأخير دكتور رشيد خيون سأسألك حول ماذا فعلوا بالمعتزلة، أين أصبحوا، يعني كيف مآلاتهم التاريخية، وأريد أن أفهم أيضا الكتاب الحديثين كيف تعاملوا أيضا مع هذه الظاهرة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، الدكتور رشيد الخيون الباحث في شؤون التراث الإسلامي ضيفنا هذا المساء في علامات الإفهام لنقاش كتابه الجديد مذهب المعتزلة من الكلام إلى الفلسفة. أريد أن أفهم منك أيضا ما مآلات هذه، أولا لماذا حتى الآن المعتزلة فقط تأخذ يعني من جهد الباحثين والكتاب وكأنها مرحلة استثنائية في التاريخ الإسلامي، علما أنها ليست كذلك؟ هو هذا السبب، الفقر الفكري والفقر الثقافي اللي نعيشه الآن في منطقتنا هو يلجأ إلى التاريخ. وأنا أيضا يمكن أيضا أكررها عندما أقول نحن أمة محتفية بالتاريخ بشكل غير عادي، يؤثر التاريخ علينا، بيت شعر أو مقولة قديمة. ولذلك مثلما أنه وجود السلفيين والناس الماضويين يلجؤون إلى الماضي،
فلذلك أنت أيضا تريد أن تعبر عن هذا الماضي بشكل معين. عندك أنت مثلا المعتزلة، والمعتزلة غطوا فترة غير قليلة من التاريخ الإسلامي، وعندك إخوان الصفا غطوا، هم بقوا إلى حتى يمكن نهاية الدولة العباسية هم المعتزلة موجودين، بدليل أن ابن أبي الحديد عز الدين اللي متوفي سنة 656 العام اللي سقطت ببغداد، وهو بعد دخول بغداد بأسبوع هذا، كان معتزلي، وكان يقول أحب الاعتزال وناصريه ذوي الألباب والنظر الدقيق، فأهل العدل والتوحيد أهلي وفريقهم أبدا فريقي. هذا توفى سنة 656 نهاية الدولة العباسية. وفي كتاب عندي المعطلة، يعني مرهم الكذا ضد المعطلة، كتب بذيك الفترة أيضا ضد المعتزلة، وما زال لحد الآن أي كتاب سلفي أو غيره أنه يكفر المعتزلة ويتكلم ضد الاعتزال. فالاعتزال موجود. إذا جانب آخر، الاعتزال دخل في المذاهب أيضا، فمثلا دخل في المذهب الزيدي. المذهب الزيدي أصوله معتزلية، اللي هو العدل والتوحيد والمنزلة بين منزلتين وغيره. الإباضية أيضا الأصول العقيدة هي معتزلية. فموجود الفكر المعتزلي، وكل وإذا تأخذ أنت تاريخ ذول الأدباء الكبار المثقفين الكبار تجدهم معتزلة. يعني تأخذ الرماني في اللغة هذا معتزلي، الزجاج، تأخذ جاحظ معتزلي وعنده أفكار وعنده كذا، بل أن كتابة الحيوان جمع كثير وأرخ أو احتفظ كثير من أفكار أستاذ إبراهيم بن سير النظام اللي هو يعتبر فيلسوف المعتزلة. فالاهتمام اللي سألتني عنه هو أنه إحنا لحد الآن ما أجى شيء أكثر من المعتزلة، أجى أشياء تأثر بأوروبا وكذا بشكل، لكن هاي المدارس أنا باعتقادي هاي لو باقية ومستمرة بدون هاي العثرات الكبيرة في التاريخ كان ممكن الآن الصناعة والتطور كان موجود في هاي المنطقة. هذا سؤالي، لأي مدى عندما نتحدث عن الثورة الفرنسية مثلا فنحن نتحدث عنها استندت على يعني فلسفة التنوير وإلى آخره، هؤلاء أيضا فلسفة التنوير، لكن لا أعرف إذا كنت دقيق إذا قلت أنهم بقوا ضمن جدران مغلقة ولم يعني لم تخرج هذا التنوير إلى المجتمع وإلى الدولة وإلى قطاعات الاقتصاد أو غير ذلك، لماذا؟ بالنسبة على المعتزلة إحنا نعتبرها مثل ما تفضلت هي الحركة التنويرية مالتنا، ولكن هي المشكلة اللي عندنا إنه أجوا خلفاء الحكم هو اللي دائما يشوف مصلحته. أجيب لك مثال ليش صارت الثورة على المعتزلة، مش الثورة على المعتزلة، الرد عن المعتزلة بالحقيقة هي لسبب شخصي. المتوكل اللي هو جعفر المتوكل اللي هو أخو الواثق ابن المعتصم اللي توفي سنة 247 استلم الحكم من أخو الواثق 232 هجرية. هذا الرجل كان غير محبب من قبل أخيه، وكان يعني مثل المطرود، وكان يحقد على الوزير ويحقد على قاضي القضاة ويحقد، كلهم كانوا هذول ضمن أجواء المعتزلة. لكن القاضي المعتزلي هو اللي رشح أن يكون خليفة، وهذه ردة الفعل اللي صارت عنده من سياسة أخيه ضده هي خلته أن يغير كل المنهج الثقافي والمنهج الفكري لعمه المأمون ولأبوه المعتصم ولأخيه الواثق. فتبنى الجماعة اللي هم تماما ضد المعتزلة اللي هم أهل الحديث، وصار يطارد المعتزلة وصار بعدهم بشكل يعني حتى انه المعتزله صارت انه كحزب سري، حزب سري تحول. خلفاء اللي اجوا بعده ايضا تبنوا بعض افكاره، فصارت نوع من الصدام بين الجانب الفكري المعتزلي وبين جانب اهل الحديث. بس المنتصر من هو؟ اللي هو يكون الخليفه معه. المعتزله انتصروا لان كان المأمون معهم، وثم اهل الحديث لان اكثر الخلفاء كانوا
كانوا معهم حتى مجيء العهد البويهي، السلطنة البويهية. السلطنة البويهية قربت المعتزلة بسبب السلطنة البويهية هي زيدية بالأساس، والزيود قلت لك أو الزيدي متأثرين، متأثرين في المعتزلة، فظهرت الأفكار من جديد وظهرت كذا، ظهر القاضي عبد الجبار صاحب ابن عباد، حتى يقال أنه يعود للاحتفاظ حفظ الكتب المعتزلة وتراثهم من قبل الوزير ابن عباد اللي هو توفي يمكن 368 هجرية. فما قدروا يوصلون بسبب السياسة وبسبب الدين أيضا، لأن الخليفة اللي يريد اللي يحكم ضد المعتزلة يستخدم الدين ضدهم. فكلمة الكفر وكلمة الإلحاد اللي هي تساوت مع خلق القرآن هذه أبعدت المعتزلة كثيرا وما سمحت لهم. حسين مروي يعتبر، طبعا المفكر يعتبر أن فكر المعتزلة مقدم لوجود فلسفة عربية إسلامية. حضرتك تتوافق على أنها المقدمات الأولى للفلسفة العربية الإسلامية؟ وصحيح هذا، صحيح هذا، ولذلك هو الكتاب يقول مذهب المعتزلة من الكلام إلى الفلسفة. بس أنا أريد بس أشير إلى صارت مبالغات أيضا في المعتزلة، مبالغات ضمن الناس اللي يردون أنه المعتزلة يتكلمون بهالشكل هذا، فتجي تفسيرات يعني مثل حسين مروي يفسر أنه قضية الحركة قضية المكان والزمان في مقولة من مقولات المعتزلة. أنا كل ما حاولت أن أجدها لا تجد بهذا التفسير. ليش؟ لأن حسين مروي تبنى طبعا هو النظرية الماركسية بالتحليل وبالفكر وبالكذا، مثل الكلام اللي جرى عن القرامطة، الكلام اللي جرى عن ثورة الزنج، اللي جرى عن البابكية، يجري وكأنه بالحلم اللي نريده إحنا، أنه بينما قبل هو الثائر نفسه اللي كان بالنسبة للزنج والقرامطة والبابكية، عندما يتولى هو السلطة هو يصبح مثل الخليفة، مثل الحاكم يصبح بالضبط، يعني مثل هذولا اللي مهدون الآن مثل المهد المنتظر، أنه راح يطلع المهد المنتظر، لكن هو لما هو يصير بالسلطة يمنع أي مهد منتظر يخرج. هذا هذه حقيقة. يعني الآن هل تصور أنه الثورة الإيرانية توافق على ظهور المهد؟ لا، ما توافق على ظهور المهدي، بينما تعتبر هي نفسها هي ممهدة لظهور المهدي. في كلامك يعني عن ما هو آني حاليا، إلى أي مدى المعتزلة هم فعلا فلاسفة من قلب الدين أم أنهم لا، هم من خارج الدين، هم بالنهاية يخرجون مع الدين؟ هم مزجوا الحقيقة بين الدين وبين الفلسفة، وخاصة قلت لك الفلسفة اليونانية، وهذا مش عيب يعني أنت تفلس بالفلسفة اليونانية. الأديان هي تأثرت بعضها، المسيحية تأثرت باليهودية والإسلام تأثر بالمسيحية، هذا أمر طبيعي بالنسبة للتأثر. فهم في الحقيقة مشروعهم هم الحفاظ على الدين وبنفس الوقت الحفاظ تثوير العقل، فهم رادوا كثير من المقالات الدينية أن تخضع للعقل وتخضع للعدل. هو شوف مثلا ناخذ فلسفة العدل، شو عندهم هي فلسفة العدل؟ هي مبنية على قضية نفي القدر. ليش؟ أنا إنسان مخير. إنسان مخير ليش؟ حتى يكون الحاكم مسؤول عن أفعاله، مش إنه قضية هذه إنه الخطأ منزل من عند الله، منزل من الله. فهنا دخلوها بقضية قضية العدل، قضية خلق القرآن دخلوها بالعدل ودخلوها بالتوحيد أيضا، ومن عند هذه تفرعوا إلى قضية النظر في الكون، هذا الكون العجيب. هم ما ناكرين أن الكون هو خلق الله، لكن هم ناظرين أن هذا الكون هو من خلق الله، لا يمكن أن يكون ريشة، لا يمكن أن يكون العوبة، وإنما هو إلى أسس وإلى أطر. فدراستهم دراساتهم وشرحهم وغيرها كلها دخلت بهذا المقام، وهم لا يتوجسون ولا يترددون من نقاش أي فكرة. يعني كلام المقولة اللي تقول من تكلم في الله هلك، هم لا يؤمنون في هذا الأمر. هم بحثوا عن، ناقشوا قضية مكان الله، ناقشوا عن قضية الله نفسه كيف يكون، كيف شكله، كيف كذا كيف كذا، وصلوا أنهم هم اتفقوا مع القرآن اللي يقول ليس كمثله شيء، فنفوا عن الصفات. كيف يتعامل حتى الإصلاحيين الحديثين في محمد عبده وإلى آخره، كيف تعاملوا مع هذه؟ اعتبروها ماذا؟ هم ذولا مثل محمد عبده عندك أو محمد رشيد رضا، هم سلفيين بطريقتهم بالحقيقة، سلفيين بطريقتهم، سلفيين بطريقتهم، بينما محمد رشيد رضا هو
كشف عن هذا، تبنى الإسلام السياسي وكشف عن سلفية. هو ليس من هناك من 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 من, من تأثير أو من كذا في هذا، لأن هذول رجال دين. ومحمد عبده تكلم بأمور قضية شغلته قضية الخلافة. جمال الدين الأفغاني أيضا قضية السياسة شغلتهم أكثر مما أن يدخلون بهذا بالشغل الفلسفي في الموضوع بعلم الكلام وكذا. لأن علم الكلام هو الحقيقة هو علم العقيدة، اللي هو ليس بالضرورة أن يكون هو المتكلم أن يكون رجل دين. لكن بذاك الوقت هو لا يظهر من خارج الفقهاء إلا من داخل الفقهاء. من داخل الفقهاء. طبعاً الكتاب مثير، وأنا أدعو المشاهد للتبحر أكثر في تفاصيل هذه الفلسفة، هذا الدين وهذا السجال الداخلي في تاريخنا الإسلامي، ويبدو في كثير من السجالات هي حديثي. أذكر باسم الكتاب مذهب المعتزلة من الكلام إلى الفلسفة لصاحبه أو مؤلفه دكتور رشيد الخيون. شكراً دكتور رشيد. شكراً جزيلاً. وإلى اللقاء.